للمزيد مشاهدينا أرحب بضيفنا من فيينا كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الدكتور يسري أبو شادي. دكتور يسري أهلا وسهلا بك، يعني كما تابعنا اليوم الأول من هذه المحادثات في فيينا، ما المتوقع مع بقية المشوار في ظل كل هذه الأحاديث عن الإيجابية الموجودة في اليوم الأول؟ الحقيقة أنا أختلف مع كل اللي قالوا إيجابي، ومنهم المنسق الأوروبي اللي عمال يصرح إيجابي، أنا مش عارف جايب إيجابي ده جابها منين. يعني أنا شايف إنه إيجابي إلا لو أمريكا أساسا وافقت على رفع العقوبات بالكامل وفورا وقبل ما إيران تغير أي حاجة، وهذا شبه استحالة. أمريكا صعب جدا إنها ترفع هذه العقوبات، وهي عليها ضغوط من دول معينة إنها ما ترفعش هذه العقوبات. إيران لا يمكن هترجع في كل اللي عملته قبل كده إلا لو ضمنت إن العقوبات دي اترفعت. فأنا الحقيقة مش قادر أشوف التفاؤل. يعني الناس بتتكلم مع بعض كويس، اتكلم، لكن أوراق اللعبة عند كل طرف متناقضة تماما، واضح تماما إن لو وصلوا لاتفاق أنا بقول دي إعجاز. لكن أنا شايف إنه النهاردة إيران بعدت كتير جدا عن مرحلة إنها تقبل أي حاجة من دون رفع العقوبات الكامل وبدون ضمان كامل من كافة دول الخمسة زائد واحد إن ما يتكررش عقوبات جديدة عليها. ما الذي يعني يؤشر إلى أن هذه المحادثات يمكن أن تنجح، وأيضا ما الذي يؤشر أنها لن تنجح؟ أعتقد هي سياسة. اللي بيقول انه بتنجح ده ما بيبصش للفنيات. ده واحد بيتكلم سياسة، او على الاقل اول مرة يقعدوا مع مندوبين الرئيس الجديد قاعدين بخطوة، بيعتبرين دي خطوة ايجابية ان هم يقعدوا مع بعض، وده حقيقي دي خطوة ايجابية، رغم ان ايران قالت بوضوح مفيش مباحثات مباشرة مع امريكا. يعني برضو امريكا قاعدة بجنب لوحده واللي قاعدين دول كلهم بيوصلوا المعلومات. لا، هم شايفين ان دي خطوه من القياده الجديده في ايران انهم يقعدوا ويتكلموا. السؤال كله انا شخصيا تحليلي فني، وايه الاوراق اللعبه اللي في ايدك في ايد كل طرف؟ اللي انا شايفه ان اوراق اللعبه في ايد ايران قويه للغايه، بحيث انه شروطها وطلباتها هتكون عاليه جدا، بحيث انه لا امريكا ولا الغرب هيقدروا يستجيبوا للطلبات العالية. أو والضغط الإسرائيلي أيضا على الولايات المتحدة دكتور. طبعا، ما هي أساس المشكلة هي الولايات المتحدة، هي اللي لغت الاتفاق من أكثر من 3 سنين، هي اللي عملت عقوبات إضافية غير العقوبات اللي لم ترفعها. حتى اليوم عقوبات الأمم المتحدة مرفوعة، ولحد اليوم كان في تهديد طبعا من خلال الوكالة الأسبوع الماضي بإحالة أوراق إيران مرة خامسة. نعم. إلى الوكالة لفرض عقوبات جديدة أو لإعادة العلاقات. طيب دكتور، إذا لم تنجح هذه الجولة التي اعتبرها الجميع أنها حاسمة، ما هي السيناريوهات المرتقبة في المستقبل؟ السيناريوهات أن لابد من تعامل مع إيران بشكل مختلف. يعني النهارده ايران بقت دوله قويه في المجال النووي، ومش بعيده خالص يعني عن الوصول للسلاح النووي. لازم النهارده بقى اتعامل معاهم بشكل اخر. الاتفاقيات اللي كانت محدوده اللي اتعملت في 2015 ب10 سنين وبحدود معينه مؤكد انها لن تكفي ولن تصلح حاليا. والله لو ايران قبلت إن يكون مثلا اتفاق على مدى 25 سنة، قبلت إنها توقع بشكل نهائي البروتوكول الإضافي، قبلت إنها تسمح للمفتشين بالتفتيش بدون قيود أو شروط، في الحالة دي بقى ممكن فعلا الدول الغربية وأمريكا تبتدي تنظر في موضوع العقوبات ورفع العقوبات خطوة أو أخرى. لكن تخيلي إن القيادة الأمريكية هتجد صعوبة بالغة أنها توصل لهذا القرار. نعم. لكن هو ده تقريبا في رأيي الحل الوحيد لحل هذه الأزمة سلميا. أشكر ضيفنا من فيينا كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا الدكتور يسري أبو شادي.